وياكم الحديث في موضوع مهم والصحة لهذا النهار، للحديث عن عشبة سنمكة وحبة ملوكي. انتشرت بشكل كبير كتير عند المعالجين لتخفيف الوزن والعلاج من المس وغيره. يقوم المعالج بوصف 30 حبة على سبيل المثال لنعرف مدى خطورتها، ولربما شو هي استخداماتها الصحيحة وكيف ممكن نتناولها بطريقة صحيحة. خلونا نتحدث في هذا الموضوع مع الدكتور محمد خليل خبير العلاج، ونتحدث معه بشكل موسع عن هذا الموضوع. دكتور محمود، بداية يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية. أسعد الله صباحك وصباح كل المستمعين الكرام. يعني دكتور محمود، حابين نعرف منك بشكل مباشر عن هدول العشبتين تحديدا، بأنه كثير من الفتيات بيلجأوا لأخذ هاي الحبات أو وصفات، يعني ليس فقط عشبة السنمكة أو حتى حبة الملوكي، كمان كثير من الوصفات بياخذوها على عاتقهم من غير دراية كاملة ومعرفة وعلوم. خلينا نعرف بخصوص هذول العشبتين إذا كان في لهم خطورة، وكيف ممكن ناخذهم بشكل صحيح، وشو هي أهم الطرق لعلاج السمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، العلاج بالنباتات الطبيعية أو النباتات الطبية هو علم قديم حديث، وهو عادة علم يأتينا بالتواتر، بمعنى أنه هذا علم أجري عليه التجارب منذ آلاف السنين. وأقل نبتة إذا أردنا الحديث عنها بكون استخدامها الإنسان منذ قرون سابقة. استخدام مثل هذه النباتات، سواء السنمك أو حبة الملوك أو غيرها من النباتات، خلينا نفرق. في عندنا نباتات غذائية، يعني نباتات تستخدم كغذاء مثل الملوخية والبامية وإلى آخره، هذه في الآخر نباتات. وهناك نباتات تستخدم للعلاج. إيش يعني العلاج؟ يعني يجب أن تكون ضمن استشارة ومتابعة من مختصين، سواء كانوا قديما أو حديثا. بالنسبة لنبات السنمك أو حبة الملوك أو غيرها من النباتات التي يعتقد أنها تستخدم في إنقاص الوزن، هذه نباتات كان الإنسان يستخدمها قديما كملين، وليس كما يعتقد الكثير أنه والله أنا هستخدم هاي النباتات عشان ينقص وزني. لو إحنا مثلا بدنا ناخذ حبة الملوك، حبة الملوكة أو بشكل عام إحنا عندنا الملينات أو اللي الإنسان ممكن يتناولها من الأعشاب، في عندنا شيء اسمه ملين بسيط، مثلا نضرب على سبيل المثال اللي هو بذرة الكتان، وفي عندنا شيء اسمه مسهل زي السنمك، وفي عندنا شيء اسمه مسهل قوي زي حبة الملوكة. لكن نرجع تاني لحبة الملوكة، هي بالأصل عبارة عن يعني شجيرة، وعادة أصلها من الصين وشرق آسيا، وهذه النبتة إلها طرق علاجها في هذه الدول وإلها استخداماتها، مثل بيستخدموها في الصين وشرق آسيا في علاج الإمساك المزمن، ولكن تستخدم ضمن شروط وضوابط معينة، وأيضا لها استخداماتها مثل تجمع السوائل في الجسم، يعني الناس اللي بيكون عندهم تنفخات. وأيضا هناك دراسة أجريت في أمريكا أنه حبة الملوكي لها دور في الوقاية من الإصابة بمرض سرطان البنكرياس. لكن حبة الملوكي لا تستخدم إلا بإشراف مختصين. ليش؟ لأنها تعتبر من المسهلات القوية التي يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة. لكن بحد ذاتها كنبات، هو نبات إذا استخدم ضمن ضوابط يعطي النتائج المرجوة منه. ولما نحكي عن النباتات، يعني مش لازم نعمل حالة من الهلع عند الناس زي ما بنسمع ابعدوا عن السنمك ابعدوا عن كذا، هذا كلام غير صحيح. هي في الآخر نباتات طبية، أي شيء في الدنيا لما يساء استخدامه، أو المثل بقول اللي إذا إحنا يعني أكثرنا أو أفرطنا في تناوله ممكن ينقلب بطريقة عكسية. يعني أي شيء أي شيء، حتى الأكل لما نحن نأكل كتير راح نسمن فراح يصير عنا أمراض، لكن النباتات هذه إذا استخدمت ضمن ضوابط معينة فممكن تعطين النتائج المرجوة وراح نستفيد منها، لأنه بالأصل ربنا خلق هاي النباتات لكي يستخدمها الإنسان. هرجع تاني في بعض الممارسات لهذه النباتات الخاطئة. بعض الأحيان هي طبعا حبة صغيرة على شكل حبة الفستق، يعني
وهذا شيء أنا شفته يعني في إحدى الحالات، كانوا اثنين بمزحوا مع بعض، فكان حطط له إياها حبة الملوكي مع حبة الفستق، تمام؟ وتناولها الشاب يعني على نياته وحبة فستق، وبعد ذلك أصيب بإسهال شديد كاد أن يفقد حياته، لأنه هذا الشخص عنده مشاكل في القلب، وأصلا هو بنيته الجسمانية ضعيفة، فصار عنده هبوط حاد في الضغط، صار عنده فقد للسوائل بكميات كبيرة لولا يعني عناية الرحمن. لذلك يعني هذه نصيحة، أنه حبة الملوكي مش للمزح، مش لازم ينمزح بمثل هذه الحاجات، هذا واحد. حبة الملوكي مش أنه أنا سمعت أنها مسهلة أروح أشتريها من عند العطار، لا، لازم أنه أنا يعني أشاور فيها مختص هل بتنفع لحالتي ولا لا. وللأسف أنت زي ما حكيت في المقدمة أنه في ناس ممكن يأخذوا حبتين وثلاثة من حبة الملوكي ومش عارفين أنه هذه ممكن تعملهم مضاعفات خطيرة. لذلك تحديدا حبة الملوكي هي من أخطر النباتات المسهلة اللي إحنا بنعرفها، الممكن لا سمح الله تؤدي إلى مضاعفات وممكن الإنسان يعني يتأثر سلبا. وأهم الناس المفترض أنهم يبتعدوا عن تناول هذه عشبة حبة الملوكي سواء الحوامل أو المرضعات أو الأطفال، لأنه ممكن تؤدي إلى مضاعفات. هذا بالنسبة لحبة الملوكي. لكن بالنسبة لنبات السنمكي اللي برضو بيطلعوا عليه إشاعات كتير، وإحذروا من تناول نبات السنمكي، وهذا كله كلام مش صحيح. لأنه هرجع تاني أقول، أي نبات إذا استخدم بشكل مفرط أو دون استشارة، بالذات النباتات اللي هي التي تحمل صفة علاجية، هذه ممكن تؤثر سلبا على صحة الإنسان. لكن هي اسمها السنة، هي بالأصل اسمها السنة، وسميت السنمكي نسبة إلى مكة المكرمة لأنه هي شجرة موجودة في بلاد الحجاز، واستخدمها الإنسان في القرن التاسع ميلادي، يعني هي نبتة استخدمت منذ آلاف يعني منذ قرون. ونبات السنمكي أيضا من النباتات المشهورة في الطب الصيني والطب الهندي، ولها استخداماتها. أي الجزء المستخدم من السنمكي هي القرون والأوراق، ربما إحنا مش منتشرة عندنا القرون كثيرا، لكن عادة ما يستخدموا الأوراق. ومع العلم النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالتداوي بالنبات السنمكي، فقال عليكم بالسنة والسنوت لأن فيهما شفاء من كل داء إلا السام وهو الموت. وقال في يعني بعض الروايات تداووا بالسنة والسنوت. لذلك نبات السنمكي هو من النباتات التي تحمل صفة علاجية للإنسان، ولكن أيضا مثلها مثل أي نبات لازم يستخدم ضمن استشارة وضمن ضوابط. من فوائد تناول السنمكي مثلا مفيد لعلاج الصداع، لعلاج الشقيقة، ممكن منقوعه يستخدم لحب الشباب، حتى قديما كانوا بيستخدموه للكبد للناس اللي عندهم الإصفرار، بيحمي الإنسان من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم الناتج عن الإمساك. ومع العلم نبات السنمكي FDA يعني صرحت باستخدامه كعلاج الإمساك للبالغين والأطفال أكثر من سنتين، لأنه موجود في منه على شكل أقراص وفي موجود على أشكال صيدلانية مختلفة، وهو أفضل يعني ملين بالنسبة للناس اللي معها إمساك مزمن. ولكن ها يجب أن يؤخذ ضمن كميات معينة. مع العلم نبات السنمكي اللي بيحكوا عنه كتير إنه ضار وبيعمل مشاكل، للأسف الناس اللي بيحكوا هدول ربما يجهلون بالميكانيزم أو ميكانيكية أو آلية عمل السنمكي في جسم الإنسان. نبات السنمكي يعمل فقط في الأمعاء الغليظة، يعني لا يؤثر على امتصاص المواد الغذائية في الأمعاء الدقيقة بعكس بعض الملينات اللي ممكن يكون لها تأثير سلبي. لذلك هي فقط تشتغل على الأمعاء الغليظة بحيث تدفع البراز إلى خارج الجسم حتى ما يصير في إمساك. لكن هرجع تاني أقول أنه الإكثار من تناول السنمكي ممكن يكون له مضاعفات ولا يستخدم لفترات طويلة، يعني مثلا النساء الحوامل، المرضعات، الأطفال يجب أن يعني يخذوه بحذر شديد جدا تحت استشارة مختص. الناس اللي عنده مشاكل في القلب اللي بياخذوا أدوية مضرات البول، لأنه ممكن يصير عندنا تضارب ما بين السنمكي وبعض هذه الأدوية. الناس اللي عندها مرض كرونز، اللي عندها انسداد في القولون، برضو يجب أن لا ينصح باستخدامه لنبات السنمكي. والكمية المسموح بها من أوراق السنمكي يوميا يجب ألا تتعدى 2 جرام يوميا، يعني من
من نص جرام الى 2 جرام كجرعه، يعني اعلى جرعه ممكن الانسان يتناولها. لكن بعض الناس للاسف بيسيئوا استخدام السيراميك كيب، انهم بيستخدموها باضافتها بكميات كبيره على بعض الاعشاب، ويروج لها انه هي راح تضعف، وانه هي، وهذا الكلام غير صحيح. السيراميك كيب مش بتضعف، ولكن هي ممكن تفيد الناس اللي عندها امساك، اللي عنده امساك عاده بيكون بطنه منفوخ، فلما باخذ ماده السيراميك كيب طبعا بروح على الحمام فبطنه يعني بتهفت شويه، فبيعتقد انه هو ضعف، هو ما ضعفش، هو اللي بضعف اللي هو النظام الغذائي، اللي بضعف هو الالتزام بالرياضه. وبعض النباتات اللي ممكن تدخل من ضمنها السيراميك اذا كان الشخص هذا يعاني من امساك. لكن بشكل عام يعني باختصار انه هذه النباتات اذا استخدمت تحت اشراف مختص فهي امنه، واذا افرط في استخدامها يكون لها مضاعفات سلبيه على جسم الانسان. نعم، يعني نتفق معك دكتور محمود بخصوص انه كل يعني الأشياء العشبية هي مفيدة، لكن كل شيء بزيد عن حده دائما بيدي النتيجة العكسية. أشكرك جزيل الشكر خبير العلاج بالأعشاب دكتور.